بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، لقد أتينا إليكم ببرنامجنا الذي نتذاكر فيه عن قصص بعض الرجال الذين مضوا في تاريخ الإسلام، التي تكون لنا عبرة إن شاء الله تبارك وتعالى. ودي أستنى ببروغرام تكتاتي وتتشن كزيبا فيتي تكساتو عندان لأسلمنا لا يتكساتو لا مسلمو جتمرت يميهورو أترى تريال كيسواتشن يمنا قربة بروغرام لي بزاريو حلقة تقنيتنا فتابعونا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. أقسم الله في هذه الآية بالنون والقلم، أي بالدوات والقلم، بأن محمدا لعلى خلق عظيم. الله سبحانه وتعالى بزيه قرآن كزني بكلم إن بك بمسافة قرطاس بمبال ونقري ملال، أقسم بأن محمدا لعلى خلق عظيم. محمد مالت بتلك سامك بار ليلا نوبلو الله سبحانه وتعالى ملال. كيف لا، والله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. انريت النبي عليه الصلاة والسلام يمل كام سنة مقبار بارت بتايهون الله سبحانه وتعالى قوم بلو نبرونا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بأ الله ملك تنيا بنبي عليه الصلاة والسلام كم دلنا انت بتقام بزو تمرتال كنبي عليه الصلاة والسلام يمت وصفاته بتقام بزو ملكام نقروا تشلو إلى لنا الله سبحانه وتعالى. كيف لا، وعندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام قالت: كان خلقه القرآن. السيدة عائشة رضي الله عنها سل النبي عليه الصلاة والسلام سلم مقبار ستتيك مالك: كان خلقه القرآن. يا نبي عليه الصلاة والسلام سلم مقباركم قرآن نبرالك. تعرفون ما معنى هذه العبارة؟ يا نبي عليه الصلاة والسلام سلم مقبار قرآن ومالت من المدعونة وقالت: معناه أن كل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. ما لتم الله سبحانه وتعالى بقرآن إن يندن قلس باتشي نقرن من كم سنة مقبرت بمولو نبي عليه الصلاة والسلام لا يقالو نبي لا تقن يتشوه اللاتش. وما لتنو يا سيدة عائشة رضي الله عنها اللي قلت لكم، ما لتنو أنس بن مالك رضي الله عنه لما كان صبيا جاءت به أمه إلى رسول الله وقالت له: هو يديمك أنس يا رسول الله. أنس بن مالك يتبال الصحابة قنا لجئي يالو إنا تحتشو لنبي عليه الصلاة والسلام إذا كما تحتشنا منا لجئتشو أنطي الله ملك تنيهي إيه تنشو يرسو خادم نون لرسو خادمي هون بلا لنبي عليه الصلاة والسلام جبا تحتشو. أنس بن مالك كان النبي عليه الصلاة والسلام يلاطفه قائلا: يا بني، وقد خدمه لعشر سنوات. ترى أنس بن مالك نبي عليه الصلاة والسلام لا سرامة يأكل لي خدم صحابة المتشولة نبي عليه الصلاة والسلام أنس قال: يا بني أنت لجيه إيه لبما الكم سنة مقبار يستنى يقول واتشونا برا خدم رسول الله لعشر سنوات، إلا أنه قال: ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قط لما فعلت كذا أو لما لم تفعل. ترى عن أنس بن مالك من يلالو يعني أسرامت منو نبي عليه الصلاة والسلام ساقلقل عندم كان نبي عليه الصلاة والسلام لمن هي النقر سرهم لمن هي النقر سرهم بلو عندم كان وكسونياكم يلالو نبي عليه الصلاة والسلام. ف
فهناك الكثير من الصحابة دخلوا في الإسلام بسبب حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام كصحابة تشمك أتشك بدم بزكوت رجلا تصحابة تشلو بنبي عليه الصلاة والسلام ملكام سنة مدبر مكنيات والإسلام نجف وما لنا. فمن هؤلاء رجل كان من أحبار اليهود يقال له زيد بن سعنة بنبي عليه الصلاة والسلام ملكام سنة مدبر تماركو والإسلام نجف وصوت مكاكل عند زيد بن سعنة هم يبال أيهود أنا برا. وهذا الرجل كان قد اطلع في الكتب السابقة عن وصف نبي آخر الزمان. فده زيد بن سعنة تبالو أيهود كلفت من زعموت لي سلامة الرشا زمن النبي سل نبي عليه الصلاة والسلام وصف وين بهري عم ببوك أرتون برا. كان قد قرأ أن نبي آخر الزمان يسبق حلمه جهله ولا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. ترى من من اللي قرأ ببونا برا دي متأرشا زمن النبي يسبق حلمه جهله تأجسته مدفوع نجار كمسرات ويمدق مدفوع من لش كمستاتيك أدمال ولا يزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. يسوت مدفوع سنة مقبار نبي متوصل مدفوع نجار بيدرس بتبيس ربوت هذا بيرجوت يا نجار تأجسته من جليل النجار أي تمر من النجار بمونا برا. فأراد أن يختبر النبي عليه الصلاة والسلام فراه زيد بن سعنة ثوانسه نبي عليه الصلاة والسلام لفت الفلقة فعامله بمعاملة دين إلى أجل. كزام ولا نبي متانا نبي عليه الصلاة والسلام إيهونا جنزا وبردناتشونا اسكزي كان رستنا لسلم يالله بلو يانا برستاتشو. ثم جاء يطالب بالمال قبل الموعد بثلاثة أيام. كزام يا يتبابا لبتك أن موعداتشو كمدرسو كسوست كان بفيت متانا يستوهن جنزا من لسلم يالاتشو ونال منه بكلمات تهتز منها المشاعر يان بتشار اللم نبينا عليه الصلاة والسلام ملتش أدرقوا صدباتشو صغور يمي أقومي هو واسكي من القرشنم صدباتشو. فما كان من عمر رضي الله عنه حين ذاك إلا أنه لم يتمالك نفسه فقام ليفتك بالرجل. تادا يعني إيه زيد بن سعنة يتبالسو نبينا نزارقوا سيمكو أشيشاتشو عمر الخطاب رساتشو مكو أمال تشالو ليقلوا التنسو. فأوقفه النبي عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام عمر أسكوماتشو وقال له يا عمر أعطه ماله وأعطه زيادة لأنك أرهبته أي خاف منك. يتنك سنة مكبار بالتبيت يوم نبي عليه الصلاة والسلام تلال عمر منامتشو أنت عمر هوين يعني ستنين قنزم من لسلت تجمّر مجنزب ستساوي يعني مكنياتهم أسفرار تهوالنا مكنياتهم فرتوهالنا لتقلو ستنسا ستنسا كستني مجنزبه تجمّر إلى جنزب تجمّرك ستأوالات نبي عليه الصلاة والسلام لعمر الخطاب. ثم خرج الرجل كزم يا سوي جنزب تكبلوته فلحق به عمر وقال له ويحك. كزم عمر الخطاب تكتلو تنكوها إلى جرباني زمنالوت كيف تقول هذا لرسول الله انديت يا النبي لالله سبحانه وتعالى أنديت النزهات أسكي يمين قلت النقر اللي هم عمر الخطاب طيبوت. فقال والله ما قلت له ذلك إلا لأختبره فإني قد قرأت في الكتب السابقة أن نبي آخر الزمان يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله دخل في الإسلام بحسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام. كزامي زيد بن سعنة ورسول عمر بن الخطاب من علاجه أني بأ الله من الله يالا ما تشكر نبي إن ناس كيامين قرال تنقر قوتهم لفتنا تشوف اللقين جيالا مكنيات مني يعني لفت مسامو سليت أرتشان لهم يما ترشو زمن النبي أجيك بتان تقاش ندهون الله سوى جيف اللقاء زابر رسبت صبرين يندهون تقستن جليل أن لما يتمرون ببدال لهم يالا. فأردت أن أختبره هل هذه الأوصاف تصدق على هذا النبي أو لا؟ النزيم سلام قبار وشتارا نبي عليه الصلاة والسلام لي عنده يلو من يلون يزبرك أنه سنزبرك من يلون لما رابط فلقين المتحو تعالى ولكنني رأيتها الآن وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إنهم يا نبقى تنسلا قيهم إن نبقى تنسلا قيهم أسلم من تكبيا له الوهي زيد بن سعنة سو شهر بقول أسلمنا قبار دخل في الإسلام بحسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي عليه الصلاة والسلام من كان أسلم الله مكلا أسلمنا تكبل ونسلمنا قبار. أيها الأحبة ما معنى حسن الخلق؟ متى يقال للشخص بأن له خلقا حسنا؟ نمهون حسن الخلق مالت ملكام سنة مدوار مالت من مالت نو عند صوص ما تشينو ملكام سنة مدوار اللوين بالو. فحسن الخلق
عبارة خفيفة على اللسان ولكنها ثقيلة على الميزان. حسن الخلق يمثلها ملاس لا ينديه كلا لهنا تشكاوج ملكم سنة مدوار سيبال ملاس لا يكلا نج نقرقن يوم القيامة ميزان ليجيك متأكبا لهنا تشكاوج. كما قال عليه الصلاة والسلام: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. نبي عليه الصلاة والسلام سنة حسن الخلق سنة قروا منارو يوم القيامة يا أنت مؤمن ميزان لي كحسن الخلق وإن كمل كم سنة مدوار يبنى تكبر نقري نمر. فحسن الخلق هي عبارة عن ثلاثة أمور. هذا حسن الخلق وملكة سنة مكبر سنة سوست نقر وساته كف الأذى عن الغير وتحمل أذى الغير وبذل المعروف لمن يجد لك ومن لا يجد لك. حسن الخلق سنة أن يمجمرا شكرا من أنت الآفا كسوش لا يمسود قدنه سوش إدو آلا ما استجر هذا آلا ما أدردنه ولتن يورقبه تحمل أذى الغير يا يسويتين تجر أذا أنت لا تجر سبه يانا المكوك أمره. سوستن يودقمو بذل المعروف لمن أحسن إليك ولمن أساء إليك لا أنت ترون وعلى الهمسة لا تفول وعلى الهمسة أنت إذا ترون أجر مواله. عندما نقول بذل المعروف لمن أحسن إليك لا أنت ترون وعلى الهمسة إذا أنت ترون وعلى سيبوال نبزو تشن كنالو بزو سوت ملكام نقر سيدار رقلاتشو يقرأتشوال من لسو لزا سوت ترون أجر لموال من لسو تمساسي نقر لموال يقرأتشوال. أما بذل المعروف لمن أساء إليك هذا يحتاج إلى المجاهدة مع النفس نقر قل أنت مدفو يوال الإنسان نفسه يدفو نقر لموال يجب أن تنك فترة كنفسي يقر رضا يسفل لك. لذلك الثانية أصعب من الأولى سلازي خلتن يوم مدفو لوال الإنسان ترو موال ترو لوال الإنسان ترو كموال يجب أن يكبر لوالتن. وعندما نقول كف الأذى عن الغير وتحمل أذى الغير الثانية هنا أيضا أصعب من الأولى. يرسل تجر سوتش لا على مدرس سوتش تجر سيرر سبيها المبقى وقام سن الدقمو ولتنيو كما جمر وجيك بطا وكبرنا. لأن كثيرا من الناس لا يبادرون بالإساءة إلى الناس مكنات بزو سوتش كايم هيدو مدى سوتش مدفو نقر أدربو مدفو نقر لمدر تنقرو بزو سو أي هيدو. وأما إذا أوذوا يغضبون فينتقمون لأنفسهم نقر قل لي لا شو ما تشقر كادرنا سباتشو هذا كادرنا سباتشو قل يقتلوا لنفس جاتشو مسلي بكرلو. لذلك الثانية أصعب من الأولى نزم سيبال العلموات أن سو ما تشقر سادر سبه يسون تشقر مكواكم هيدو سووش لا تشقر مدرسا كماكم كبادو يميلوت. فبما أننا ذكرنا مسألة تحمل الأذى هنا تحضرني قصة أريد أن أذكرها لكم. يسوتشن أذى مبقوقام سيبال تادا له لاتشن تمرتي متهم عند قصة تزتلينيا نتشن أسانا تكسر لاتشو هلوين. كان هناك رجل صالح يقال له سهل التوستري بس لبنا تاريك عن سهل التوستري يميبالو صلاح ويمتقوى تقوى بتقي نفتشو أما عن فريب مولي التوكو عن سهل التوستري يميبالو عالم نبارو. وكان له جار مجوسي أرى يهزو عند مجوسي هنا هساتا ملاكي هنا دور بيت نبارتشو. فانفتح خلاء هذا المجوسي ودخل في بيت سهل التوستري فرى يزي يمجوسا خلاء ويمدمو مسألة جابيت عن بقزي تكفتنا فندعنا ودى الساتو ودى سهل من التوستري ودى تبارو الصالح بيتي يفسو اللي كان في الجمرة يعني تادا اني سهل من التوستري من بارو تعالي اني عند من هذا الرقو هيدو ينسو يالو كسوتن هيدو ينسو يتقرنا سو قدمي يالاتو ويمفرد بيتي دوال كسوتن. وبقي سهل هذا ينظف هذه القذارة التي تأتي من جاره لمدة طويلة نقر قل إنه سهل التوستري يبان تعلم أن الدنيا لا تبغون إيه لبزو كزياتي هذا تجل شلو إيه إنكو شاشا ساسو قل الناس ياسو بكوي. لكن لما مريض واحتضر إنه سهل التوستري تبان عالم يتم مصات الفراش لا يولدك ساعت استدعى هذا الجار المجوسي إيه المجوسي ولا تبغون بتجل تبغون فأخبره بكل ما فعل سكزاري سنتي نبرو نقر بمولو يدرس إيمة أباتشي نبرو قشاشانا لسن نبزو كزاتي أكلان قشاشا سيسأل من داكم من الدرس. فقال هذا المجوسي تعاونني كل هذه المدة وأنا على غير دينك متى تقرب أن إيه مجوسي أني أنت حيمان التكتي صالحون إيه نأكل آمت إيه نأكل جزي إيه نتشقر تقاكمه أني ستاك زيك إيه لك. قال مد يديك وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله
كذا مجهن زرقلين أنا بسلمنا تمارك اللهون بانت سنة مبار تمارك اللهون شهر أدرقي ودسلمنا قبا اللهو بلو ولدتون شهر ورشتنا قرنا ودسلمنا قبا فما تسهل بالتستري بعد ذلك كذا مبار سهل بالتستري يوتا تشوال لفن ما هي الفائدة التي لا تبصها من قصة سهل هذا كذب كان يهكى صالح كورسي من المارونا قرنا دلو إني أبنهم من النار قدن اللون أسألك يا أبي أسألك يا جاري أسألك يا أخي أنت وندمي قرى بيتي أباتي ولا تشنو مطيق لهم أسكي إني أبص نوتاب بس أتشوه نوتاب الروم من النار قربرة ربما ذهبنا إلى الحكومة لمحاكمته ومن الباتم ودا منقس تيدا لنكسون جل نبارة من الباتم أبيت ويدا لنوكسون نبارة من الباتم أبيت ويدا لنسدبون نبارة لكن هذا ليس من حسن الخلق فحسن الخلق هو أن تتحمل أذى الغير حسن الخلق مالت يسمون أذى تبقر في نفسه فبحسن الخلق دخل الكثير الكثير إلى الإسلام ورسلم لا يجب وجل ودام زسوه تشالو بحسن الخلق مكنيات كامسلم وجبا يتمنى كامسلم كبار مكنيات ورسلم لا يجب ودام زسوه تشالو الله كل أجن بحسن الخلق رأساتنا معصابنا رأسنا وارتنا ما نسي قبانا ليزاروا ملكتينه هذا وآخر دعوايا على الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته